ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومن أخبارنا المحلية بقى ننتقل إلى الأخبار العربية. المملكة العربية السعودية تستضيف كأس آسيا 2027. أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم رسميا عن فوز السعودية بشرف تنظيم النسخة 19 من كأس العالم من كأس آسيا 2027. لأول مرة في تاريخ السعودية نالت شرف التنظيم بعد انسحاب أوزبكستان وإيران والهند من سباق الاستضافة، وبذلك ستكون المملكة العربية السعودية التي نالت 43 صوت من دول وثلاث أصوات من دول الخليج لاستضافة بطولة كأس آسيا، وخامس دولة خليجية طبعا تستضيف البطولة بعد نسخة الإمارات 2019 وقطر اللي استضافت البطولة أكثر من مرة، وكمان هتكون مستضيفة البطولة المقبلة السعودية إن شاء الله. نتمنى التوفيق لأشقائنا في السعودية. طبعا العالم العربي بيشهد طفرة تنظيمية في تنظيم البطولات من بعد قطر في كأس العالم، وشوفنا العراق في بطولة كأس الخليج، وشوفنا المغرب في كأس العالم للأندية، وهنشوف كمان السعودية في بطولة آسيا إن شاء الله. نروح بقى لخبر آخر. أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التعاقب مع الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر عشان يكون المدرب الجديد لمنتخب سوريا الأول. كوبر هيوصل سوريا خلال يومين حسب بيان الاتحاد السوري، وهيكون معاه اثنين مساعدين اشتغلوا معاه في منتخب مصر أيضا، وطبعا موجود معاه كمان محمود فايز أحد نجوم التحليل الفني. وعلى فكرة الهولندي مارك فوتا كمان المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي هو حاليا المدير الفني لمنتخب سوريا الأولمبي، وهيكون ليه تعاون كبير مع كوبر. وطبعا نتمنى التوفيق لهذا الجهاز بما أنه في محمود فايز يعني شخص مصري، وكمان هيكتور كوبر من الشخصيات العظيمة في تاريخ الكرة المصرية، وصلنا كأس عالم وليه بصمة في الكرة المصرية، فنتمنى لهم كل التوفيق. هنروح بعد كده وطبعا من سوريا إلى قطر، نروح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر متواجد في الدوحة حاليا، ويقترب بشدة من تولي القيادة الفنية لمنتخب قطر بعد رحيل عن قيادة الفنية لمنتخب إيران. طبعا كارلوس كيروش أيضا من المدربين اللي اشتغلوا في مصر، وصل لنهائي بطولة أفريقيا، ووصل للماتشات النهائية أو الماتش النهائي ضد السنغال في كأس العالم، برضو نتمنى له التوفيق، ونتمنى أن المدربين المصريين كمان يبقى لهم حظ الاحتراف سواء في الأجهزة الفنية أو هم نفسهم يحترفوا. طبعا موضوع الشهادات والحاجات دي نتمنى يعني أن يحصل قريب جدا للمدربين المصريين. وفي خبر عربي آخر بقى، انتخب سليمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد الأسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة بالتزكية لعام 2027، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية 33 للاتحاد في العاصمة البحرينية المنامة. وقال سليمان: أود أن أشكركم جميعاً على وضع ثقتكم بي لولاية أخرى منها مدتها أربع سنوات، إنه لشرف عظيم أن أحظى بثقة الاتحاد الأسيوي، وهذا يعطيني مسؤولية كبيرة. ومن أخبارنا العربية إلى أخبارنا العالمية، والبداية من فريق تشيلسي، حيث تعثرت مفاوضات انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب، ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي بجعل المغرب في أول أو أوائل أو أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة يعني انها تتلغي بسبب تفاصيل اداريه. الموضوع ده حصل قبل كده خلي بالكم مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد في حارس مرمى مانشستر يونايتد وهو بينتقل لريال مدريد، وبرده كان خطا اداري. وما زلنا في الملاعب الاوروبيه، اعلن ارسنال متصدر الدوري الانجليزي تعاقده مع الدولي الايطالي جورجينيو قادما من الجار تشيلسي لمده عام ونصف مع امكانيه التمديد لعام اضافي، ويبلغ جورجينيو 31 عام وخاض 143 مباراة في البريمير ليج، كما شارك في 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده إيطاليا، وفاز بيورو 2020 مع الأتزوري. وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 12 مليون جنيه استرليني. طبعا موسم انتقالات الأندية المرة دي دسم جدا يعني، وفي أسماء كتير بتتقال للصيف، منها مثلا محمد صلاح، وحاجات كتير جدا في عالم كرة القدم وانتقالات يناير المرة دي كانت غريبة شوية، ولكن هذه هي الساحرة المستديرة. ومن أخبار الساحرة المستديرة إلى لعبة الكرة الصفراء، حيث توج الصربي نوفاك جوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الأولى، أولى بطولات الأربعة الكبار في كرة المضرب للمرة العاشرة في تاريخه، عندما تغلب على اليوناني سيفانسو
بثلاثة مجموعات لمجموعتين، وحقق جوكوفيتش اللقب الـ 22 في الجراند سلام، معادلة الرقم القياسي للأسباني. طبعا رافائيل نادال هو صاحب الرقم القياسي الأعلى، ودلوقتي جوكوفيتش عادله. ومن الألقاب جرد من ألقاب البطولة الأسترالية هذا العام، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي من الأسباني الآخر كارلوس كراس على النسخة الحالية بسبب إصابته. طبعا هو ما شاركش في النسخة الحالية بسبب إصابته. هنروح نشوف الإنفوجراف دوت أكتر ثلاث لاعبين أخذوا بطولات جراند سلام في التنس، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.